تأتي هذه الندوة الصحفية عشية الإعلان عن خوض إضراب وطني في قطاع التربية الوطنية المرتبط أساسا بمخرجات الحوار القطاعي وأساسا بمقتضيات النظام الأساسي الجديد. هذا النظام الأساسي الجديد الذي كنا نعتبره يعني ورثا استراتيجيا وحيويا سينقل المنظومة التربوية التكوينية يعني في مسار التأهيل وفي مسار تجويد ديال الموارد البشرية. اليوم نحن أمام تراجعات وإجهاز حقيقي على كل أمال يعني التي عقدتها الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة في هذا النظام الأساسي الذي اليوم جاء ليجهز على الكثير من المطالب المرتبطة أساسا يعني بالثغرات التي سجلناها على النظام الأساسي ديال 2003 وفي مقدمتها يعني الإجهاز على الترقية بالشهادة، عدم حل الإشكال المرتبط بالأساسيد الذي وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، جاء تمييزيا فيما يتعلق بمنح التعويضات أعطيت لفئات مثلا إدارية وعدم منحها لأخرى، إقصاء الشغيلة التعليمية يعني من التعويضات. كذلك هذا النظام الأساسي لم يجد حلا للإشكالات التي كانت عالقة المرتبطة أساسا بمثلا من قبيل زنزانة 10، بمعنى آخر أن الحل المقدم له المرتبط بالسنوات الاعتبارية هو حل يعني تقليدي، حل كان يعني نلوكه داخل طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية منذ 2014، بمعنى لم يأتي بجديد لتسريع الترقية ديال هذه الفئة المتضررة ولا حتى يعني بترقية استثنائية لطي هذا الملف. فيما يتعلق كذلك بالدرجة الجديدة التي انتظرها نساء ورجال التعليم منذ 2011 في اتفاق ديال 26 أبريل 2011، وكنا نمني النفس على أن تستوعب هذه الدرجة الجديدة يعني مجموعة من الفئات التي كانت محدودة الترقي على أساس أن تتم منح هذه الدرجة الجديدة أو خارج السلم بطريقة منصفة تجبر الضرر التاريخي الذي لحق الفئات التي كانت مقصية منها. لكن نفاجأ بأن تاريخ المفعول هو تاريخ مستقبلي اللي غادي يمشي حتى الفاتح يناير 2024، ولكن حقيقة على أن الاستفادة الحقيقية لن تكون إلا في الأفق ديال 2030، حتى تكون الكثير من الفئات قد غادرت سلك الوظيفة في قطاع ديال التربية الوطنية. ثم لما أرادت وزارة التربية الوطنية أن تمنح يعني تمييزا حقيقيا ومطلوبا في هذا الملف على مستوى المتقاعدين، فهي ركزت على المتقاعدين ديال 2023، في حين على كما قلنا أن هذا المطلب كان مرفوعا منذ 2011، وبالتالي هذه الإجراءات ستفرز ضحايا جديدة. احنا قلنا في الماضي على أن النظام كجامعة موظفي التعليم أن النظام الأساسي ديال 2003 أفرز الفئوية التي تنخر اليوم قطاع التربية الوطنية، وأيضا تعصف بالوجود الحقيقي للعمل النقابي وبمصداقيته وبالثقة ديال الشغيلة فيه. اليوم أن هذا النظام الأساسي ديال 2023 هو يضفي المصداقية والمشروعية على الدينامية والحركية ديال الفئات المتضررة، وهذا أيضا هو لا يضرب في عمق المطالب ديال الشغيلة التعليمية بأكثر ما يضرب في الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي، بالإضافة إلى قضايا أخرى يعني فك الارتباط مع الوظيفة العمومية. كان المطلب أن نفك الارتباط مع الوظيفة العمومية، ولكن بما يعزز ويوسع من الوعاء ديال الحقوق والمكتسبات ديال الشغيلة التعليمية، ولكن وزارة التربية الوطنية اختارت أن تشدد العقوبات، وعلى أن هذه العملية ديال فك الارتباط مع الوظيفة العمومية خصوصا في المادة 4 من القانون ديال الوظيفة العمومية فقط ارتبطت يعني بسن وإحداث عقوبات جديدة، وهذا تبين على أننا كاين عملية ديال التأسيس لواحد النوع من المقاربة ديال التحكم الإداري داخل المنظومة التربوية التكوينية بالنظر إلى التحولات الجيلية التي تقع اليوم يعني في المفهوم ديال الوظيفة العمومية على هذا المستوى ديال القطاع. ما نساوش كذلك على أن وزارة التربية الوطنية اليوم يعني قيدت المدرسين وهيئة التدريس بواحد المجموعة وأثقلت كهيئة
لهم بواحد المجموعه من المهام التي يعني هي مهام ستجعل من النساء والرجال التعليم وخصوصا هيئه التدريس ستجعلها موزعه على واحد المجموعه من المهام طبعا على حساب المهمه الحقيقيه هي ديال اننا نقريو ولاد الشعب وننتجو الجوده على مستوى العمليه التعليميه التعلميه من خلال واحد المجموعه من المهام الخارجيه. وهذا اللي عكساته يعني كذلك اليوم كنا ننتظر على ان هذا النظام الاساسي ان يحدث تغييرا حقيقيا على مستوى يعني منظومه ديال الترقي والمنظومه ديال التقييم، لكن للاسف انه كرس نظام الكوطة، كذلك وسع من المتدخلين في العمليه ديال التقييم، وسع من 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 الوعاء ديال المجالات التي ستكون موضوع تقييم بالنسبه للنساء ورجال التعليم، وبالتالي هذا كله يخدم واحد المقاربه اللي حنا تنقولوا مقاربه ديال وضع نساء ورجال التعليم، وضع الشغيله التعليميه برمتها تحت السيطره ديال واحد المقاربه تحكميه، وهذا ايضا يجد تفسيره اليوم في المآل ديال الوظيفه العموميه ماشي غير في المغرب فقط، في كثير من البلدان ديال العالم وخصوصا التوصيات ديال المؤسسات الدوليه في هذا الاتجاه. كذلك اليوم كنا نأمل على أن هذا النظام الأساسي يعني أن يأتي بجديد ويأتي بوضوح على مستوى إدماج يعني الأساتذة والأطر ديال الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. للأسف يعني نسجل على أن الإدماج كان على مستوى نص ديال النظام الأساسي بواحد التغيير، لأن انتقلنا اليوم من نظام أساسي لموظف وزارة التربية الوطنية إلى نظام أساسي لقطاع وزارة التربية الوطنية، طبعا واللي فيه واحد جوج ديال المسارات المهنيه، المسار المهني ديال الاساس ديال الهيئه ديال الشغيله التعليميه النظاميين او الذين وظفوا على اساس مناصب ماليه في قانون الماليه، وايضا يعني ما تسميه وزاره التربيه الوطنيه اطر الاكاديميات وما نسميه نحن اطر الدعم والاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. وبالتالي ما كاينش واحد الجديد على مستوى المركز القانوني اللي غادي ينهي هذا الاشكال ديال الدمج ديال هذه الفئه سواء على مستوى الاساتذه او الاطر ديال الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اللي غادي يدمجهم كما قلنا يعني في واحد المركز قانوني اللي تيعطيهم هذا الامن الوظيفي وهذا الامن المهني المرتبط اساسا يعني بانهاء هذه الحاله ديال التميز. ايضا ويبقى اخطر ما كاين في هذا النظام الاساسي ومسكوت عنه ان هذا النظام الاساسي يحتاج الى اكثر من 20 قرار تنظيمي، يحتاج لاكثر من 6 او 7 ديال المراسيم، لم تكن هذه يعني هذه هي الترسانه ديال الاجراء او الترسانه ديال التنزيل. الا ما كناش دخلنا في التفاصيل ديال هذه العمليه ديال الاجراء فاظن على اننا غادي نكونوا يعني تنرحلوا واحد النقاش جوهري وحقيقي الى المستقبل، وبالتالي هذا الشيء كله اللي تنخافوا منه هو انه اليوم هو حاصل اليوم كل الفئات المتضرره داخل الشغيله التعليميه، بل انا قد اجزم واقول كل الشغيله التعليميه المتضرره وغير المتضرره اليوم اما انها انخرطت في, 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 في يعني اما انخرطت في ديناميه نضاليه او انها بانت على الانخراط في كل الدعاوى وفي كل الديناميات النضاليه يعني المعلنه. ولذلك اليوم من هذا الموقع اليوم ديال الاحتجاج، من هذا الموقع ديال الندوه الصحفيه اللي غنتدارسوا فيها النظام الاساسي وغادي نوقفوا على الكثير من الثغرات اللي تكرست واللي كنا تنتمنوا اننا نتجاوزوها، وجه ندائي لمكونات الصف النقابي اليوم كفى يعني من التهافت النقابي، كفى من المزايدات، كفى من الاختلاف الايديولوجي الذي لا يخدم الشغيله التعليميه. يدنا في الجمعيه الوطنيه للموظفين التعليم ممدوده الى حمايه العمل النقابي الجاد والمسؤول، لان اليوم مخرجات النظام الاساسي كما قلت في البدايه لن تعصف فقط بالمطالب العادله والمشروعه للشغيله التعليميه وفئاتها المتضرره وغير المتضرره، ولكن ستعصف بالعمل النقابي وبجديته وبمصداقيته وبالثقة التي حملناها من طرف يعني الشغيلة التعليمية. هلموا إلى كلمة سواء، إلى توحيد الفعل النضالي لنشكل قوة تفاوضية وقوة اقتراحية تعيد الكرامة وتعيد الإنصاف وتعيد العدل وتعيد الإدماج إلى كل مكونات الشغيله التعليميه. وبالتالي هذا هو المدخل باش ايضا اننا نجودوا المردوديه ديال المنظومه التربويه التكوينيه ديالنا، لان استمرار الاحتقان هو كذلك يعصف بالجوده ديال المنظومه التربويه التكوينيه.